Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا
ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم.